نحن كان عامل ازاي النهارده؟ كان في حاجات سهله وكان في حاجات صعبه. طيب والتابلت كان شغال كويس؟ لا هو اتعطل اول شويه وبعد كده اشتغل عادي كويس. تمام، انت حابه النظام ده تكمل ولا؟ هو مش وحش بس احنا مش متعودين عليه. الامتحان كان سهل الحمد لله وكان كله جاي من الكتاب. تمام، والتابلت كان شغال تمام معاكم؟ التابلت كان شغال. اول ما دخلنا عليه على طول وكان كله من الكتاب. الامتحان كان سهل خالص النهارده واكثريته من الكتاب اصلا، بس الاسئله عايزه فين؟ تعرف السؤال ده موجود فين؟ الكلام ده. تمام، والتابلت كان مظبوط تمام مع الاسئله؟ اه كان شغال على طول حاجه. الامتحان قدر كويس سهل يعني اي امتحان والله كان كويس. طب الجهاز كان شغال؟ الجهاز كان شغال بس برضه في كده يعني اللاج بسبب الواي فاي بتاع المدرسه. الواي فاي اصلا الواي فاي بتاع بيتنا اسرع منه. يعني الواي فاي كان بطيء معاك؟ عقبال ما برتب الحرف بيقعد اكتر من ساعه قبل ما يستفيد. طب انت حابب النظام ده يكمل ولا؟ هو النظام كويس اهو، الاسئله كويسه يعني مش معظم الامتحان ده النهارده بالكتاب. النهارده كويس جدا الحمد لله يعني هو في مستوى الطالب المتوسط. ولا بيقيس عالي ولا بيقيس واطي جدا بالظبط. تمام، طب والتابلت كان شغال كويس؟ كان شغال حلو. بيشتغل على وي، بيشتغل على واي فاي المدرسه. طب والواي فاي كان شغال تمام؟ اه. طيب انت حابه النظام ده يكمل ولا يرجع النظام القديم؟ هو بص، هو النظام ده ليه ايجابياته وسلبياته. ايجابياته اللي هو مش ما بقاش معتمد على الحفظ. ماشي؟ اما سلبياته اللي هو بقى بيجي في مستوى الطالب العالي جدا، يعني هو بيقيس اسئله تفكير عليا جدا، يعني هو قال اللي هو هيجيب اسئله في المتوسط وفي في العادي. أيوة. هو جاب لنا في العالي جدا زي مثلا امتحان الاحياء. انا قلت امبارح هو فعلا كان صعب جدا، يعني الورقي جه اسهل من التابلت. انا هو المفروض يعني راعينا شويه، احنا في رمضان او صايمين يعتبرنا اولاد شويه. انا بطلب من السيد يعني انا بطلب من الرئيس. انا عارف اللي انا عارفه اللي هو هيحس بينا. انا بطلب منه بجد ان الوزير ده يرحمه بجد. بطلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي ان الوزير ده يرحمه. انا بطلب منه، واحنا هو احنا الشعب اللي مطلوب حمايته، احنا الشعب اللي مطلوب اللي هو يريحنا مش يتعبنا. هو بيتعبنا، احنا في امتحانات اللي كان نفسه في علم مش هيخش بسببه.